السلام عليكم. هنتكلم ان شاء الله عن الفايبرو ادينوزس اند بناين تيومر اوف بريست. عندنا الفايبرو ادينوزس له اسماء كتير، الماماري ديسبليزيا والاندي، الفايبرو سيستيك ديزيز او الفايبرو ادينوزس، او الانفوليوشنال سيستيك هايبر بليزيا، او الكرونيك انترستيشيال ماستيتس. كل ده الاسماء دي كلها هي نفس الاسم، الماماري ديسبليزيا او الفايبرو ادينوزس. كنا خدنا في الثايرويد ان في ثلاثة اورجان رئيسيين بيتاثروا بالستريس، اللي هما مين؟ البريست والبروستات والثايرويد. الاورجان دي او الاستراكشر دي بتطلع هرمونات، الهرمونات دي بتمشي في الدم، تمام؟ الهرمونات دي بتقضينا اندر الجنرال او البيزال كونديشن. وانس ان حصل ستريس الهرمونات دي مش مكفيه، فلازم الهرمونات دي تبدا تزيد او يتغير مستواها، فلازم منطقي ان الاورجان او الاستراكشر اللي بيطلع الهرمون ده لازم يتغير هو كمان، ويحصل فيه بعض التغيرات اللي يحصل تكيف عشان يلائم التغيرات اللي بتحصل مع في الجسم، تمام؟ ده اللي بنسميه النورمال ديفلوبمنت اند انفوليوشن. الاورجان او الاستراكشر ده يكبر شويه عشان يطلع هرمون بكميه كبيره شويه، بعد كده يصغر تاني يرجع للنورمال سايز بتاعه، فده انه يكبر ويصغر يكبر ويصغر. ده بنسميها حاجه فيسيولوجيكال سايكل، بنسميها نورمال ديفلوبمنت اند انفوليوشن. ساعات بيحصل interruption او شذوذ عن القاعده، aberration of physiological cycle، بنسميها aberration of normal development and evolution، فيما يعرف بالاندي. الاندي ده بيحصل في ثلاثه اورجان او ثلاثه ستراكشر، البريست والبروستات والثايرويد. ولكن في البريست هنقول تعليق هنا شويه. البريست بيتاثر بهرمونين، الاستروجين والبروجستيرون. علاقته مع الاستروجين علاقه طرديه، يعني كل ما زاد الاستروجين كل ما زاد الفايبرو ادينوزس. علاقته مع البروجستيرون علاقة عكسية، يعني كلما قل البروجستيرون كلما زاد الفايبرو أدينوزس. طيب فلما يجي للإيتيولوجي بتاع الماماري ديسبليزيا، هي عبارة عن إيه؟ aberration of normal cycle، يعني الفسيولوجيكال سايكل اللي كانت بتحصل في البريست دي اللي هي عادية بتحصل في أي واحد عادي خالص في مرحلة الإيه؟ أثناء الدورة، أثناء البيريود، أثناء المنستريشن بتحصل لها، بتحصل لأي فيميل إلا لو كانت بريجننت أو كانت مثلا إيه، أو كانت بتردع رضاعة طبيعي، مش هتحصل لها الكلام ده، هنعرف ليه دلوقتي، تمام؟ طيب يبقى دلوقتي ليه حاجة في السيولوجيكال سايكل بتحصل في أي فيميل قبل الدورة كده أو في أثناء فترة الدورة، صدرها بيوجعها، البريست بيوجعها، يحصل زي كلكيعة كده زي ماس صغيرة كده، تمام؟ دي بتحصل في أي فيميل عادي خالص. لذلك من المفترض ان الفيميل بتعمل لنفسها بيريودك سيلف اكزامينشن على طول، تمام؟ والدكتور بيعلمها تعمل اكزامينشن بطريقه معينه هنعرفها كمان شويه. وانس ما لقت حاجه وبدات تقلق بتروح للدكتور بتشوف الحاجه دي، ما هل هي حاجه عاديه مثلا ولا حاجه هتتطلب بعض الانفستيجيشن عشان يطمنوا، تمام؟ اذا الابريشن اوف نورمال سايكل اوف ديفلوبمنت اند انفولوشن ده نتيجه للهرمونال امبالانس، بما انه هو علاقه طرديه مع الاستروجين، فكل ما زاد الاستروجين زاد الفايبر ادينوزس، وعلاقه عكسيه مع البروجستيرون، كلما نقص البروجستيرون كلما زاد الفايبر ادينوزس. طيب ده يخليني اقول ان الفيميل اللي لسه ما بلغتش، لسه ما وصلتش للبيوبرتي، مش هيحصل لها فايبر ادينوزس لان ما عندهاش استروجين. والفيميل اللي تخطت سن الياس بعد المينوبوز مش هيحصل لها فايبر ادينوزس لان ما عندهاش استروجين. يعني الفيميل اللي ما عندهمش استروجين اللي هم قبل مرحله البلوغ او بعد مرحله سن الياس مش هيحصل لهم فايبر ادينوزس. والفيميل اللي عندهم بروجستيرون كتير، هم مين اللي عندهم بروجستيرون كتير؟ الحامل اللي بترضع رضاعه طبيعي، دول عندهم ايه؟ بروجستيرون كتير، فمش هيحصل لهم ايه؟ فايبرو ادينوزس، تمام؟ فلما يجي يقول للانسنس، الانسنس بيحصل في الفيميل في التشايلد بيرنج بيريود او الريبرودكتيف بيريود، اللي هي مرحله من البلوغ لحد سن الياس، من 15 ل 45 سنه، تمام؟ في الرينج ده، مش هتحصل قبل البلوغ ومش هتحصل بعد سن الياس عشان ما فيش استروجين. طيب ومش هتحصل فيميل، يعني هتحصل اكتر، هتحصل قصدي في فيميل، في فيميل ما اتجوزتش، مش مخلفه ومش مرضعه، يعني ايه؟ يعني ناري بيرا او نوت مارد، نوت مارد ناري بيرا و نوت لاكتيتنج، يعني ما اتجوزتش قبل كده ومش ما حملتش قبل كده، ولو ما حملت ما رضعتش طبيعي، تمام؟ ده بيزود فرصه حدوث الفايبرو ادينوزس. بالنسبه للباثولوجي الماكروسكوبيك والمايكروسكوبيك. اولا السايت والاستراكشر، السايت والاستراكشر ده السكيمه بتاعتنا عاديه. طيب السايت ده بيبقى باي لاترال، يعني ناحيتين، يعني ايه؟ في البريست اليمين والشمال، بيبقى ديفيوز يعني واخد كل البريست. ممكن يبقى لوكالايزد تو وان سيكتور، بس العادي ان هو باي لاترال ديفيوز. طيب ماكروسكوبيك يعني بالعين المجرده، انا هتفرج على حاجتين بحرف السي، الكونسيستنسي والكات سيرفيس او الكات سكشن. الكونسيستنسي
بتبقى سك وطف وربري، كاوتش عربيه زي كاوتش العربيه، بتبقى سك تخين وطف وربري. تمام. طيب الكات سيرفيس، قلب خصايه. يعني ايه قلب خصايه؟ هو قلب خصايه بيبقى ايه؟ بيبقى لونه ايه؟ قلب الخصايه لونه ابيض او مصفر شويه، نيفر جراي. عمرك شفت قلب خصايه اسود او رصاصي؟ لا، ما حصلتش. تمام. القلب الخصايه ده عمره ما يبقى رصاصي، عمره ما يبقى اسود، اصل ده مش كانسر. الميموري ديسبليزيا مش كانسر، هو بعض الحالات منه او بعض الاشكال منه ممكن تتحول لكانسر، بري كانسر هنقولها كمان شويه، ولكن العادي القاعده ان هو مش كانسر. لذلك ان في مين اللي حصل بيحصل لهم فايبرادونوزس، التريتمنت المين لاين اوف تريتمنت هنا الميديكال، اديها ترانكيورايزر، حاجه تهديها، سيداتيف، فيتامين اي، تبعد عن الشاي والقهوه، ري اشورنس اطمنها ولا ما تخافيش، دي حاجه بتحصل اي فيمين في مرحله البلوغ، واول ما تتجوزي الموضوع ده هيختفي، اول ما تحملي الموضوع ده هيختفي، طب لما تحملي هترضع طبيعي، يبقى اشجعها اقول لها اتجوزي، طب انت متجوزه، طب احملي، يبقى تابعي مع دكتور نسا عشان ايه يحصل بريجننسي. طيب طب انت بريجننت خلاص، يبقى لما تولدي يبقى ترضعي طبيعي، اشجع انكارجمنت. تمام. وري اشورنس يعني مش بيتجهوا للحاجات الانفيزيف يعني. تمام. طيب سكشن هي قلب خصايه قد يكون ابيض او اصفر، نيفر جراي، نيفر جراي عشان ده مش كانسر. طيب وجدوا كمان ان الضغط بتقلب بسيست، هنعرف السيست جت منين، هنعرف كمان شويه ان البريست كده بيتحول لاكياس، عباره عن اكياس. تمام. هنعرف اللي جت منين دلوقتي، بس عايز اعرف دلوقتي عباره عن ايه اكياس. سيست السيست دي تبقى صغيره، سيست جنب سيست جنب سيست، كواليس توجذر، كواليس توجذر يعني بيتجمعوا كده بيعملوا سيست كبيره. اول واحد شاف السيست دي كان اسمه البلاد جود، البلاد جود، واحد اسمه كده بلاد جود، اول ما شافها لقاها شبه القبه، شبه القبه، دوم دوم، ولونها ازرق. هي مش بالضروره تبقى لونها ازرق، ولكن اول ما شافها كانت لونها ازرق، هي ممكن تبقى لها الوان ثانيه، بس اول ما شافها كانت شبه القبه الزرقاء، فقال لك انا سامع الاسم البلو دوم اوف بلاد جود، يبقى البلو دوم ديست اوف بلاد جود، يعني السيست اللي شبه القبه الزرقاء بتاعه بلاد جود. تمام. طيب ده كده ايه الماكروسكوبيك بيكتشر، يبقى ماكروسكوبيك الكونسستنسي والكات سكشن بحرف السي، كونسستنسي كات سكشن، كونسستنسي كوش عربيه، الكات سكشن قلب خصايه عمره بيبقى اسود، عمره ما يبقى جراي. طيب بيبقى فيه سيست كده، تكيسات في على مستوى البريست، التكيسات الصغيره دي تتجمع وتعمل كيس كبير بنسميه القبه الزرقاء بتاعه بلاد جود. بعد كده المايكروسكوبيك، لو خدت عينه كده من الضغط او الاسيناي بتاعه البريست والستروما، يعني خدت عينه يعني ايه تيشو وافرج عليه تحت الميكروسكوب، هلاقي ايه؟ اوزس، كلمه اوزس وايشن، اوزس وايشن، اوزس ادينوزس، ابيسيليوزس، بابيلوماتوزس، فايبروزس، ايشن، سيست فورميشن اراوند انفيتريشن. يعني الكلام ده انا هجيب البريست، البريست بالشكل ده كده، ادي البريست. البريست احنا قلنا بيكون من اسيناي ولوبيول، وفي حاجه اسمها ايه الاستروما، كان فيها فات وكان فيها الاستيك تيشو والكلام ده، وكان في حاجه اسمها كوبر ليجمنت والكلام ده. ففي هنا عندي حاجه اسمها ايه الدكت، الدكت دي بتفتح في ايه على النبل، صح كده، كان من 15 ل 20 دكت بيفتحها على النبل، والدكت دي مكمله ورا كده بحاجه اسمها اسيناي. تمام. يبقى كده في هنا ايه اسيناي. تمام. ففي دكتر سيستم واسينار سيستم. تمام. قال لك اولا الضغط والاصناي دول بيزيدوا في العدد، بيزيدوا في العدد، يبقوا كتير قوي كتير قوي كتير قوي. تمام. يبقى انكريس النمبر اوف اصناي والضغط والضغطيول، ده اللي بنسميه الادينوزس، يبقى الادينوزس ده انكريس نمبر اوف اصناي اند ضغطيول. طيب الابيثيليوزس، لو خدت عينه واحده منهم بس هتفرج عليها تحت الميكروسكوب، خدت عينه ضغط او خدت عينه من اصناي هتفرج عليها بقى بالشكل ده. من المعروف في الهيستولوجي، قلناها في اول فيديو خالص في البريست، الهيستولوجي بيبقى عباره عن ديول او دبل لاير اوف كولامنر ابيثيليوم بالشكل ده، ده عادي يعني، عادي ان الابيثيليوم بتاع الضغط بيبقى اثنين لاير كده، دبل لاير اوف كولامنر ابيثيليوم، هنا بيبقى مالتيبل رو يعني اكتر من لاير بالشكل ده كده كتير قوي. تمام. مالتيبل رو اوف ابيثيليوم، وكمان من كتر ما هو يبقى كتير بيعمل بابيلاري بروجكشن، بروز كده زي منتوء او بروز جوه، بنسميه البابيلوماتوزس. يبقى تاني كده، تاني واحد واحده، قال لك انا هاخد عينه من الضغط او الاصناي هتفرج على تحت الميكروسكوب هلاقي ديول اكتر من لاير من الابيثيليوم، مالتيبل لاير اوف ابيثيليوم، بنسميها الابيثيليوزس، بنسميها ابيثيليوزس. ماشي. طيب لما كمان الابيثيليوم ده من كتر ما هو كبير قوي بيبدا يحصل له بروز او نتوء كده، النتوء ده بنسميه بابيلوماتوزس، ده بابيلاري بروجكشن اوف ابيثيليوم. تمام. طيب ده ممكن يقفل الضغط، ممكن يبقى كتير او كده يقفل الضغط زي ما نعرف كمان شويه. طيب الفايبروزس، عرفنا ان الاستروما فيها ايه، فيها فات وفيها الاستيك تيشو. تمام. هنقول كده دلوقتي بينا وبعض كده، ده فات والاستيك تيشو. تمام. الفات والالاستيك تيشو ده اتحول لايه، لفايبرس تيشو.
اتحول لايه؟ لفايبرس تشو، فعمل ايه؟ فايبروزس. فلما عمل فايبروزس بيبقى الفايبروز ده بينشف، بيحجر البريست، بيبقى شبه حاجه اسمها السكيرس كارسينوما. هل هو كانسر؟ لا، بيبقى ريزمبل شبه السكيرس كارسينوما. عشان كده الفيميل بتخاف قوي لما تعمل فحص نفسها كده، قلت لك الكيعة تجري على الدكتور على طول، يطمنها يقول لها دي حاجه عاديه تحصل في ايه اثناء البيوبر، اثناء المنستريشن وكده. تمام، يبقى دي ريزمبل يعني شبه السكيرس كارسينوما. السكيرس ده هناخده نوع من انواع البريست كانسر، هناخده ان شاء الله، بيتميز بالفايبروزس، بيخلي البريست فيها كلكيع او لمب او ماس. تمام، يبقى اذا الفايبروزس، طب الفايبروز جه منين؟ ان الفات والالاستيك تيشو اتحولوا لكولاجين فايبر، لكولاجين فايبر وفايبرس تيشو. تمام، يبقى الفات والالاستيك تيشو ده بيتميزوا بالمرونه، البريست بتاع الفيميل بيتميز بالمرونه، بيبقى فريلي موبايل، يعني ايه؟ بيتحرك كده. تمام، اثناء الاكزامينشن لا الدكتور يعرف يحركه معاه، في بقى في فريلي موبايل. اما هنا وده اللي بيميز الفيميل بريست عن الميل بريست، لما بيحصل كانسر ميل كانسر، يعني عندنا 99% من البريست كانسر بتحصل في فيميل، 1% بيحصل في الميل، وال1% غالبا بيموتوا. ليه؟ لانه ما عندوش بريست، ما عندوش الاستروما بتاعه الفيميل دي، هو يدوب شويه ايه النبل وكده، وراها على طول المصل، وراها على طول الريبس. ففونس ان حصل كانسر في على مستوى البريست في الميل، يروح داخل على طول على الريبس، ياكل فيها، يخش على الشيست، خلاص الدنيا باظت، خلاص يموت. تمام، اما الفيميل ده في فات وفي الاستيك تيشو، ده بيخليه لما يتحول لفيبرو يتحجر وينشف على غير المعتاد، بريست المفروض فري موبايل، فاول ما ينشف ويتحجر كده تجري على طول على الدكتور، يبقى ايه؟ تقدر تكتشفه بدري وتعالجه بدري. تمام، يبقى البروجنوز بتاعه كويس، يبقى الفايز والاستش تحول لفايبرس تشو، بيعمل كلكيع، الكلكيع دي شبه السكيرس كارسينوما. طيب ده حاجه. الحاجه الثانيه سيست فورميشن. يعني ايه سيست فورميشن؟ في عندي سيست صغيره وسيست كبيره. طيب السيست الصغيره جت منين؟ احنا قلنا دلوقتي ان البريست عباره عن ايه؟ في حاجه اسمها اصناي، صح كده؟ الاصناي دي الاصناي يحصل لها ديجنريشن، الاصناي دي يحصل لها ديجنريشن، تتحول لكيس صغير كده، بيحصل الامتصاص وافراز السوائل يبدا يقل شويه، فتحصل تحول لكيس كده بنسميها السمول سيست. السمول ايه؟ سيست. يبقى السمول سيست ناتجه من ايه؟ ديجنريشن اوف اصناي. تمام، ديجنريشن اوف اصناي. بعد كده الدكت الكبيره دي، الدكت الكبير لما تنقفل، لما الدكت الكبيره تنقفل، ايه اللي هيقفلها؟ انا عندي دكتها الدكتري، في عندي ابيثيليوزس قافل بيثيليوزس، والبابيلوماتوزس قافل لي اليوم من جوه، في الابيثيليوم بيقفل من جوه، وفايبروزس، مش احنا قلنا الفات والاستيك تيشو بيتحول لفايبروز، ففايبروزس ده بيضغط من بره، الابيثيليوم بيقفل من جوه والفايبروزس بيقفل من بره، فاصبح الدكتري مقفوله خالص. لما تتقفل دلوقتي في سيكريشن مش عارف يخرج، فيعمل ايه؟ تبدا الحتري توسع، لما توسع كده تعمل ايه؟ ريتينشن سيست او لارج سيست. ريتينشن سيست او لارج سيست. الريتينشن سيست او لارج سيست جت منين؟ الدكت اتقفلت من جوه عن طريق الابيثيليوزس، ومن بره عن طريق الفايبروزس. ده اللي بنسميه سيست فورميشن. قال لك برضه عشان ده امتصاص وافراز السوائل بيبدا يقل، فتبدا السيست، فيبدا الدكت يتحول ليه او الاصناي بيتحول ليه دكت، يتحول لسيست او كيس كبير كده. تمام، كيس كبير كبير او صغير. طيب راوند انفيتريشن، الجهاز المناعي يسكت؟ لا، يبدا ينادي، الخلايا المناعيه تنادى على بعضها كده، وتعمل ايه؟ الكرونيك انفلاماتوري سيل على مستوى الانترستيشيوم، كرونيك انفلاماتوري سيل الليمفوسايت والبلازما سيل. عشان كده كنا بنسميه اسم من اسمائه الكرونيك انترستيشيال ماستايتس، لان هو بيحصل ايه؟ كرونيك او اسمها الليمفوسيتيك انفيتريشن وكرونيك انفلاماتوري سيل انفلتريشن على مستوى الانترستيشيوم. تمام، يبقى مايكروسكوبيك ادينوزس يعني بيزيد في العدد، الدكت والاصناي، ابيثيليوزس الابيثيليوم بيزيد قوي لو في اليوم بتاع الدكت نفسه بيزيد، ويبدا يحصل منه نتوء كده بنسميه البيلوماتوزس، الالاستيك تيشو والفات بيتحول للفايبرز تيشو، فتعمل كلكيعه شبه الكانسر، بس هي مش كانسر، هي مش كانسر. طب السيست فورميشن، يا اما صغيره نتيجه للديجنريشن الاصناي، يا اما كبيره نتيجه للاوبستراكشن للدكت من جوه عن طريق الابيثيليا، من بره عن طرف هايبروزس، الخلايا المناعيه بتنقل على بعض وتعمل راوند انفتريشن. طيب الكومبليكيشن، الست دي يحصل لها سايكليك ماستالجيا، سايكليك ماستالجيا يعني وجع في البريست، يعني بيزيد وبيروح وبيجي على حسب المنستريشن. تمام، مع كل منستريشن كده بيحصل لها ايه؟ شويه وجع في البريست. تمام، ده بنسميه الماستالجيا، الجي يعني بين. طيب وسيست فورميشن زي ما احنا قلنا بيبقى عباره عن ايه؟ يا اما سمول او لارج. طيب في عندنا ممكن يحصل هيموريج انسايد اسيست، هيموريج انسايد اسيست، ماشي. طيب ممكن كارسينوما، الكارسينوما دي على كلام، في ناس بتقول ممكن يحصل، في ناس ممكن ما يحصلش، على كلام يعني كونتروفيرشال. تمام، الميموري ديسبريزيا دي والكارسينوما غالبا بيبقوا 3%، في ناس بتقول يعني ان الميموري ديسبريزيا بيؤدي الى كانسر، وفي ناس بتقول ان الاثنين بيجوا مع بعض كاسوشيشن. المهم يعني هنقول هنا ان الابيثيليوزس في نوع منه، مش احنا قلنا في حاجه اسمها ابيثيليوزس اللاير بتكبر، اللاير بتاع الابيثيليا بتكبر، في نوع منه بنسميه اتيبيكال ابيثيليوزس. الاتيبيكال يعني خلايا بتاعه الابيثيليوم بتتغير الكرايتيريا بتاعتها كده، تبدا تقلب
مالجنت كاروتيريا كده، بتبقى بري كانسرس، بتبقى ايه بري كانسرس، بنسميها اتيبيكال ابيثيليوزس، بتبقى بري كانسرس. او البابيلوماتوزس، برضه البابيلوماتوزس بيبقى بري كانسرس، ماشي. يبقى البابيلوماتوزس والاتيبيكال ابيثيليوزس او الاتيبيكال ابيثيليال هايبربليزيا ده اللي بيتحول لكانسر، بيبقى بري كانسرس. طب الانسيدنس بتحصل في اني ايج، سبيشالي في الايه، في الريبرودكتيف بيريود اللي ما بين 15 ل 45، من اول البلوغ لحد سن الياس. نيفر بيفور بيبرتي، نيفر افتر منوبوز. ايش معنى؟ عشان ما فيش استروجين. طيب كومن في واحده ما اتجوزتش، او اتجوزت بس ما خلفتش، نالي بيرا، او خلفت بس ما رضعتش طبيعي، يبقى نون لاكتيتنج. نون لاكتيتنج. طيب دلوقتي ده مايكروسكوبيك الكومبليكيشن والانسيدنس، ماشي. هنا سيبولك الصدر بيبقى شبه عنقود العنب. عنقود العنب ليه؟ عشان النتيجه دي تجمع السيست واللارج سيست والسمول سيست. طيب الكلينيكال بيكتشر، زي اي بريست، اي مرض في البريست ممكن احط فيه بين ولمب او كوكي عيان او ماس وديستشارج، ممكن احط الكلمتين دول في اي حته، تمام؟ بين لمب ديستشارج. ولو المرض ده بيأثر على الكوبر ليجمنت بيعمل ديمبلنج وحاجه اسمها باكرنج، ولو بيأثر على الدكت بيعمل حاجه اسمها ايه ريتراكشن، وقد يحصل كمان ايه اسمها ايه البودورانج. اللي هنا عندنا مين؟ البين والماس والديستشارج. في تجميع في الاخر كده اسباب البين واللمب والديستشارج في الاخر خالص. البين كنا زمان في زمان في البطنه بنعمل الهيستوري، بساله بعمل ايه، بعمل اناليسيس للبين ده في الهيستوري، يعني مكانه ايه، مكان الوجع ده فين في البريست. طيب اوصفولي الوجع ده، ضل ايكينج، تقل. طيب التنست بتاعته تبقى مايلد وسيفير. طيب بيسمع في حته، لا ده ممكن في فيميل بتقول ان هو ممكن يعني ايه لوكالايز على مستوى البريست، بس فيميل بتقول ان هو ممكن يسمع في الشولدر اكن في نقح كده، او ايه، او زي ما يكون رصاصه كده في الشولدر، او على مستوى الاكزيلا، يعني بيسمع في الشولدر او الاكزيلا. طيب بيزيد بايه وبيقل بايه؟ بيزيد قبل المنستريشن، تمام، التي تقريبا يعني عشان الهرمون البيك يعني، ماشي. يبقى انكريس بيفور المنستريشن والبريست موفمنت، حركه البريست بتزود الوجع، حركه البريست بيزود ايه الوجع، ماشي. بيقل بايه اثناء البريجنسي عشان البروجستيرون واثناء اللاكتيشن، تمام. يبقى احنا قلنا اصلا ما هو بيحصل في فيميل مش متجوزه مش مخلفه مش مرضعه، فبالتالي لو هي بريجننت وبترضع رضاع طبيعي هيقل معاها الفايبر ادينوزس ده، او هيقل معاها البين ده، تمام. طيب عندنا كمان ايه، البريست سبورت، السبورت بتاع البريست بيقلل الوجع. كنا قلنا قبل كده برضه في الاكتيشن مستايتس ان السبورت ده ان فيميل بتفصل بتلبس تايت برا، تايت برا مش تايت يعني ضيقه عليها بتعمل تروما ليها او تزنقها تعمل كومبريشن، لا تايت يعني هنا بترفع البريست، بترفع لفوق كده بحيث ما يبقاش ايه نازل لتحت كده، لما ينزل لتحت كده بيبقى في احتكاك ما بينه وبين الجسم او ايه، يبقى ينزل لتحت كده يزود الوجع، فلما يترفع بيعمل يبقى له سبورت لفوق كده، ده بيقلل البين. طيب كلكيا عدسه الشارج، كلكيا قصدي لامب ليه؟ مش احنا قلنا بيحصل فيبروزس بيبقى شبه السكارس كارسينوما ولكن هو مش كانسر، تمام. طيب بتبقى بيتر ديسكرايبد از لامبي بريست، غالبا بينفول، تمام. طيب بديسشارج بتطلع افرازات، قد تكون بيضه او صفراء او خضراء او بني، الوان كتير كده، تمام. ده بالنسبه ليه السيمتوم، طيب في عندي كمان ايه الساينز، الساينز احنا قلنا ممكن يبقى يوني لاترال او باي لاترال، ديفيوز او لوكالايز، بس غالبا باي لاترال ديفيوز، يعني باي لاترال في ناحيتين يمين وشمال، وديفيوز يعني واخد كل البريست واخد كل السيكتور، وممكن يبقى لوكالايز لوان سيكتور. طيب عايز اتكلم على هلاقي كولكيعه على مستوى البريست وكولكيعه على مستوى ايه اللي هي الليمف نود يعني، تمام، اجزاء الليمف نود. كولكيعه على مستوى البريست بلاقي ايه، النوديول دي اما صغيره اما فاين او كورس، فاين ايه او كورس يعني صغيره او كبيره، بحسها بالتيبس اوف فينجر، بطراطيف صوابعي كده بالتيبس اوف فينجر. طب ايش معنى؟ قال لك التيبس اوف فينجر عندنا التاتش ريسبتور بتاعتنا متركزه قوي في التيبس اوف فينجر، فاقدر احس بيها كويس قوي. فلما اجي اعمل اكزامينشن بعملها بالتيبس اوف فينجر مش بالايه، لانها بتبقى ال ديفايند، فبالتالي انا عايز حاجه السنسيشن فيها عالي قوي. ده بالنسبه لي انا لما اجي اعمل اكزامينشن يعني عايز حاجه السنسيشن عالي قوي عشان اقدر احس الكلكيعه اللي ال ديفايند دي، او مش قادر اجيبها دي، فبالتيبس اوف فينجر تقدر تجيبها. دي حاجه. الحاجه الثانيه مش بحسها بالبالمر سيرفيس، لما اجي اعمل اكزامينشن بالبريست المفروض اعمل بالتيبس وبالبالمر سيرفيس، يعني بطراطيف صوابعي وبطن ايدي. هنا بقى بعمل بطراطيف صوابعي مش ببطن ايدي. ايش معنى؟ قال لك اصل ده مش كانسر، صح؟ يبقى ده مش ايه، ده مش تيومر. التيومر كان ممكن يعمل فيكسيشن او يبقى ايه ناشف ومحجر في نفسه كده وايه وثابت في مكانه فيكسد. اما هنا الكولكيعه دي مش كانسر ولا حاجه، هي جاست نوديول مش اكتر من كده. النوديول دي تقدر ايه يعني مش هقدر احسها يعني النوديول دي بتبقى ايه، ممكن ايه تبقى موبايل شويه، تبقى موبايل، تمام، تبقى ايه موبايل. اما لو كانت كانسر كان كانسر هتبقى فيكسد، فلما اجي احسها بالبالمر سيرفيس ببطن ايدي اجزقها ببطن ايدي ما تتزقش. ليه؟ لانها فيكسد، لانها كانسر،
فحصل لها اتاتشمنت فثبتت في مكانها، اجي ازقها ببطن ايدي ما تتزقش تثبت. اما هنا لو جيت بقى عملت ببطن ايدي هيديني ايه؟ فولس امبريشن، ابدا اتلخبط، هل هي مثلا يعني كانسر، هل هي فايبر ادينوز، فبلجا لايه؟ انا بعمل اكزامينشن بعمل بالتبس اوف فينجر مش ببطن ايدي، تمام؟ يبقى تاني كده عشان ما نتلخبطش، البالمر سيرفيس ده انا بعمله في حاله الكانسر، اشمعنى؟ اصل هو بيبقى فيكسد في مكانه فبالتالي ما بيتزقش، اجي ازقه ما يتزقش، اما بحسه بالتبس اوف فينجر لانه ايه؟ جاست نوديول، ما حصلش فيكسيشن والكلام ده، بتبقى تندر بتوجع، تمام؟ وموبايل. طيب في ريسرشارج بيطلع على، ممكن مثلا لما معصر البريست كده يطلع ريسرشارج احمر بقى، ابيض، اصفر، اخضر، دارك براون، الكلام ده. طيب الليمف نود بتبقى كبيره، طب انلارجد وتندر، طب ايش معنى؟ مش احنا قلنا الاصناي بتكتر في العدد، الاصناي بتبقى تكتر في العدد والفانكشن بتاعتها بتبقى كتير قوي كده، الاصناي دي بتكتر في العدد قوي، تبقى بتبقى هايبر بلاستيك، بتطلع سيكريشن كتير، السيكريشن اللي طالع من الاصناي بتعمل كيميكال اريتيشن على مستوى الليمف نود، فتبدا تكبر وتبقى بتوجع، يبقى انلارجد وتندر، بس نيفر هارد. هارد ليه؟ افكر في كانسر، تمام؟ تبقى انلارجد وتندر النتيجه اللي هي الكيميكال اريتيشن اللي طالع من السيكريشن بتاع الهايبر بلاستيك اصناي، تمام؟ الكلام ده البين والماس والكلام ده يبقى موجود اكتر في الابر لاترال كوادران، عشان ده البريست كده، ده البريست، هنقول مثلا ده كده ايه؟ ده لاترال وده ميديال، لو قسمته كده 4/4 كده، ده كده الابر لاترال كوادران اللي هو الايه بنسميه الاكزيلري تيل اوف سبنس، ده الجزء الوحيد اللي كان داخل في الايه في الاكزيلري فاشي، بيبقى ديب، كان كل البريست سوبرفيشال لما ده بيبقى جزء ديب، بيبقى البين والماس دي متركزه اكتر على مستوى الابر لاترال كوادران، على مستوى الاكزيلري تيل اوف سبنس. ايش معنى؟ لان هو عنده الموست كومن سايت اوف استروجين ريسبتور، الاستروجين ريسبتور اكتر حاجه متجمعه فين؟ موجوده في التيل بتاع الايه بتاع البريست، موجوده في الابر لاترال كوادران، وده يؤكد النظريه اللي بتقول ان الاستروجين ده علاقه طرديه، علاقه طرديه مع ايه؟ مع الفايبر ادينوزس، فكل ما زادت الاستروجين ريسبتور كل ما زاد الاكشن ده بتاع الاستروجين، يعني الاستروجين متركز في الحته دي قوي، تمام؟ فبالتالي الفايبر ادينوزس يجي في المنطقه دي اكتر. طيب حاجه كمان، ده بالنسبه ليه؟ ده بالنسبه للكلينيكال بيكتشر، ده بالنسبه للكلينيكال بيكتشر. طيب الانفستيجيشن اي كلكيعه في البريست بعمل لها ثلاث حاجات، ماموجرافي وبايوبسي وسونار، تمام؟ ماموجرافي وبايوبسي وسونار. ماموجرافي بخلي البريست، بخلي الفيميل تقعد كده وتعمل، بتسند البريست بتاعها، بتسنده على حاجه زي كومبريشن بليت كده، واصور البريست صورتين كرينيو كودال من فوق لتحت وترانسفيرس من اليمين للشمال، انا مش عايز انتروبستيريور عشان انا مش عايز اصور اللنج والهارت، تمام؟ طيب ده بنسميه الماموجرافي، وهو مش بنعمله للفيميل اقل من 35 سنه عشان الكونتراست، لان الفيميل اقل من 35 سنه بيبقى البريست بتاعها لونه ابيض كده وبيديني فورس رصد، فانا مش بيعملوه في الاقل من 35 سنه غالبا يعني. طيب بس هنقول هنا ماموجرافي. طيب بايوبسي اكسجنال او انسجنال، في حاجه اسمها ترو كات نيدل بايوبسي، وكان في حاجه اسمها الفاين نيدل اسبيريشن سايتولوجي، انا كنت بدخل الابره الرفيعه وبسحب شويه خلايا، الخلايا دي لو انا في شاكك انها ادينوما ولا كارسينوما مش هقدر ايه اخد بالي في الحته دي، مش هقدر يعني ايه اكتشفه في الفايبر في الفاين نيدل اسبيريشن سايتولوجي، لان باخد عينه خلايا، فبالتالي مش قادر اوضح الكبسول ولا قادر اوضح البلاد فيزل، مش موجوده هنا، تمام؟ ده باخده انت في الترو كات نيدل بايوبسي. الترو كات نيدل بايوبسي انا باخد عينه تيشو، التيشو ده بيبين لي كبسوله وبلاد فيزل وخلايا، فبالتالي لو الخلايا دي مالجنانت بتعمل انفيجن لكبسول وانفيجن للبلاد فيزل، يبقى اذا دي ان ايه لكانسر مالجنانت، تمام؟ طيب ده بجيبه امتى؟ بجيبه بالترو كات نيدل بايوبسي، ابره تخينه باخد بيها تيشو، اما الفاين نيدل اسبيريشن سيتولوجي بيديني خلايا، الخلايا دي ما اقدرش احدد هي بناين او مالجنانت لاني واخد عينه خلايا مش تيشو، يعني ما فيش كبسوله ولا ما في بلاد فيزل. في حاجه اسمها الفروزن سكشن بايوبسي، ده دكتور الباثولوجي بيبقى قاعد في اوضه جنب دكتور الجراحه في العمليات، بياخد الدكتور الجراحه بياخد عينه كده ويبعتها للدكتور الباثولوجي، يقول له ايه؟ يبعتها للدكتور الباثولوجي، يعني مثلا فرضا ان هنا مثلا ده البريست، ماشي؟ ده كده ايه لاترال، وده كده ميديال، ماشي؟ بالشكل ده كده، انا هاخد الحته دي مثلا، تمام؟ فبياخدها وبيعلمها، يعني مثلا يعني يعمل خيط هنا، الخيط ده دي علامه ان دي لاترال، الخيط ده علامه ان دي ميديال، الخيط ده علامه ان الخيط في هنا مثلا خيطين مثلا، ادي واحد اثنين يبقى دي كده ابر، في هنا ثلاثه كده يبقى دي ميديال، يبقى بيعلمها بالخيط كده ستيتشز عشان يعرف البوردر بتاعتها، بيبعت له العينه دي، تمام؟ يبعتها للدكتور الباثولوجي، الدكتور الباثولوجي بيشوف بقى البوردر دي، شوف في هنا مالجنانت سيل ولا ما فيش، في هنا مالجنانت سيل ولا ما فيش، فرضا ان الحته دي سليمه ما فيش فيها مالجنانت سيل، يبقى اذا انا بتكلم بصفه عامه مش على فايبر ادينوزس، الكانسر دي يبقى هنا الكانسر ده ما عملش انفلتريشن للمنطقه دي بدليل ان ما فيش هنا مالجنانت سيل، تمام؟ طيب فرضا ان لقينا في الحته دي مالجنانت سيل، يقول له خلي بالك انا لقيت في الابر بوردر في مالجنانت سيل، في الليميتيشن في حدود الابر بوردر
لقيت ايه في الابر بودر بتاع السبيسيمين اللي انت بعتها لي، لقيت في مالجن تسل. يبقى خلي بالك ده ممكن يكون غالبا ده اكيد اكيد ده اللي يبقى الكانسر ده عامل انفيلتريشن للابر بوردر. اقول له طب اعمل ايه يعني؟ يبقى قطع حته حته كمان. يروح الجراح في نفس الوقت، ما هو اصلا ده بيطلع في 20 دقيقه في اوتيل ساعه تطلع له النتيجه في ساعتها فروزن سيكشن. يروح ايه يقول له اقطع شويه كمان، يروح قطع شويه كمان، يقطع له حته كده يقول له طب ماشي طب شوف دي كده. الدكتور بصور يروح شايفها، طب هل فيها مالجن تسل؟ لا ما فيش، يبقى خلاص يبقى الحته لسه ليما، يبقى الكانسر وقف هنا كده ما كملش. طب هل فيها مالجن تسل؟ ده فيها مالجن تسل، يبقى كمل اقطع شويه كمان، اقطع شويه كمان، تمام. بده انه يقطع كده لحد ما يوصل لسيفتي مارجن ان خلاص كده ايه ما فيش كانسر في المنطقه دي، تمام. في دكاتره كمان ده بره في دوله اوروبيه معينه كده مش عارف اسمه الدكتور ايه كده، بياخد عينه هو نفس دكتور جراح بياخد العينه ويشوفها بنفسه، هو نفسه بيشوف تحت الميكروسكوب، بيقطع حته كده مثلا كم سنت كده تمام ويشوفها، شوف البورده بتاعتها في هنا مالجن تسل يقطع شويه كمان، طب ما هنا ما فيش يبقى خلاص يقف، طب هنا في اكمل وهكذا، تمام. طب ليه؟ عشان لو في حاجه مثلا كوزموتيكال يعني في مناطق زي الفيس مثلا، انا بتكلم عن كانسر بصفه عامه، لو في كلكيع مثلا زي ميلانوما مثلا او في كانسر ميلانوما مثلا في السكن وموجوده فيه حاجه كوزموتيكالي، هيحتاج يعملها فلاب او جرافت عشان يغطي المنطقه دي، فبالتالي مش هيجيب ديفكت واروح قاطع الوش كله، تمام. انا باخد حته صغيره انا عشان مش هحتاج ان انا، طب ليه بيعملوا سيفت مارجن اصلا؟ عشان يضمنوا ان هو يقطع حتى لو قطع حته هيلسي يضمن ان الكانسر مش فيها، تمام، بحيث ان الحته دي يبقى خلاص الراجل لا فري فروم كانسر. بس برضه عشان لو في كوزموتيكالي حته مثلا زي الفيس ولا حاجه، انا بقطع حته مثلا صغيره وبعمل ايه، بعمل ايه دكتور الباثولوجي او انا نفس الدكتور جراح مثلا بيشوف العينه هل في هنا مالجنت، هل في مالجنت، هل في مالجنت، وعلى حسب فيها ولا مش فيها بيقطع وبيزود او بيقف لحد هنا، تمام. طيب معلش احنا طولنا في الحته دي بس هتخدمنا بعد كده. ديفينيشن دايجنوزس، اسباب الكلكيع، اسباب اللمب، اسباب الديسشارج، واسباب البين، ده تجميع في الاخر ان شاء الله ديفينيشن دايجنوزس. طيب اي ديسشارج انا بعمل له سيتولوجي، بعمل له اي سيتولوجي عشان اشوف الديسشارج ده، بشوف الديسشارج ده ناتج من البناين سيل ولا مالجنت سيل، يعني في كانسر يعني ولا لا، تمام. ده بالنسبه لي الديفرنشال دايجنوستس. طب بالنسبه لي التريتمنت، في عندنا كونزرفاتيف تريتمنت وسيرجيكال تريتمنت. الكونزرفاتيف طبعا بيبقى ان دي حاجه بتحصل نورمال ديفلوبمنت، يعني بتحصل حاجه فيسيولوجيكال في اي فيميل يبقى طمنها، لا ما تخافيش دي حاجه بتحصل في اي فيميل اثناء فتره البيريود وكده بتحصل في اي فيميل ما تطمني، يبقى ري اشورانس. وده ممكن اديها فيتامين اي، اديها فيتامين اي، تبعد عن الشاي والقهوه، تبعد عن الشاي والقهوه الكلام ده، تمام. طيب ترانكيولايزر حاجه تهديها، سيراتيف حاجه تهديها، تمام. طيب اشجعها بقى انكورجمنت، قال لها طب هي مثلا لسه انسه، واصلا اللي بتيجي تبقى غالبا انسه ليه؟ لانها عارفه وقرت الكلام ده على النت مثلا او سمعت اعلان في التلفزيون والكلام ده، فبتعمل هي نفسها اكزامينيشن لقت الكلكيع دي فخافت فجريت راحت على الدكتور. بيقولوا ان هو الدكتور لما يجي يعلمها يقول لها اعملي اكزامينيشن تعمله بالبالمر سيرفيس مش بالتيبس. طب ايش معنى؟ قال لك عشان لو هي عملته بالتيبس هتحس اي كلكيع هتحسها تجري على الدكتور، اما البالمر سيرفيس ده بيندكيت التيومر، تمام؟ طيب ده بيقولوا يعني بيقولوا كده، ماشي؟ يبقى هنقول ان هي بس هنقول احنا في حاله الفايبرادينوزس انا كدكتور بحسه بالتيبس، تمام؟ بغض النظر ان في ميل لقت كلكيع، تمام؟ فلقت كلكيع راحت للدكتور وقال خلاص طمنها، لا دي ما بتحصل اي في ميل وهكذا. طيب قال لك بشجعها بقى لو هي مثلا انسه تبقى تتجوز، تمام؟ طب ما هي متجوزه يبقى ايه عشانها على البريجنسي تتابع مع دكتور نسا وكده عشان ايه تبقى بريجننت. طيب طب هي بريجننت خلاص لما تولدي يبقى ايه يبقى رضاعي طبيعي، تمام. طيب سبورت البريست مع السوتابل براسير، السوتابل هنا قصدنا ايه بيرفع البريست بطريقه معينه كده، البرا اللي بتلبسها بيرفع البريست بطريقه معينه بحيث ما يزودش الموفمنت، لما البريست ما يحصلوش الموفمنت ده بيزود البين، فبالتالي لما يبقى سبورت ده مرفوع لفوق كده يقل البين. طيب الدراجز انتي اربعه، انتي برولاكتين اللي هو مين؟ البرومكريبتين، ده بينشف الايه؟ بينشف السكريشن، تمام؟ يبقى انتي برولاكتين ده الايه اللي هو البرومكريبتين. طب انتي استروجين، انت مش احنا الاستروجين لما بيزيد علاقه طرديه، لما يزيد استروجين هيزيد فايبر ادينوزس وهيزيد البين، خلاص انا هدي انتي استروجين اللي هو مين؟ التاموكسيفين. او عندنا الايه انتي بين اللي هو انتي بين يعني انرجيزك مسكن عشان يحسن البين. طيب يبقى ثلاثة انتي برولاكتين اللي هو البرومكريبتين، وانتي بين اللي هو الانرجيزيك، وانتي استروجين اللي هو التاموكسيفين، والاندروجين الانتي استروجين هتفكرني بيه، الانتي استروجين الاسم الدواء اسمه التاموكسيفين، تمام. طيب الانتي استروجين هتفكرني بالاندروجين، الاندروجين هو الدنزول
الدنزول او عندنا تستوستيرون، بس غالبا يعني ده ريرلي، يعني ريرلي يستخدم. التستوستيرون ده بيستخدم قبل المينوبوز، بتبقى فيريلايزنج افكت، بتسترجل يعني، ده ايه يعني ماسكولينايزيشن وشعر والكلام ده فيريلايزيشن ماشي. طيب الدنزول ده، الدنزول ده ده عباره عن اندروجين، ده بيعاكس الاكشن بتاع مين؟ الاستروجين تمام. فالدنزول ده، الدنزول ده بس مشكلته بيفرتك الاوفر، بيدمره تمام. طب بيعمل ايه؟ بيعمل اكني وبيعمل هيرشوتزم، ده الفيريلايزنج افكت، بيعمل اكني وهيرشوتزم تمام. يبقى انتي برولاكتين برومكريبت بنشف السكريشن، انتي استروجين اللي هو التاموكسفين، التاموكسفين ماشي. طيب وانتي انتيبين هو انرجيزيك، واندروجين قد يكون الدنزول او التستوستيرون ماشي. السيرجيكال امتى الجا للعمليه؟ لو لوكالايزد او لارج ماشي، لو نزود الكلمه دي لارج او بتكبر بسرعه، يبقى لوكالايزد او لارج او بتكبر بسرعه، ده سسبكت مالجنسي. اعمل ايه؟ اعمل اكسجنال بايوبسي، اعمل اكسجنال بايوبسي. طب لو مالتيبل سيست كتير قوي كتير قوي كتير قوي، انفولف موست اوف ذا بريست، واخده معظم البريست، او لو البين كتير قوي يعني البين بين فظيع ريزيستنت انتولربل، مش قادره تستحمل البين ده، يبقى اعمل السبكوتينيوس ماستكتومي وذ او ويذاوت اوجمنتيشن ماموبلاستي، وذ او ويذاوت اوجمنتيشن ماموبلاستي. وبرده في حاجه مهمه مهمه قوي لازم نعرفها، بتاخد دواء اسمه البريم روز اويل، مهمه للكتف نكتبها في الكتاب، نزولها في الكتاب دي مهمه. البريم روز اويل زيت زهره الربيع، زيت زهره الربيع ده مسكن، بيتاخد ايه قبل مره قبل النوم، ده مسكن مشهور قوي في الحالات دي، يبقى بريم روز اويل.